شهد إكسبو 2020 دبي الاحتفال باليوم الفخري لمنظمة التعاون الإسلامي بمرور 52 عاما على تأسيسها، وتوجه المنظمة رسالة إلى العالم عبر المعرض العالمي عنوانها اقرأ. وفي كلمته أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن تنظيم الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي يؤكد أن العالم الإسلامي يملك من القوة الذاتية والحيوية ما يمكنه من البروز واكتساب احترام العالم. جاء تنظيم معرض إكسبو 2020 ليحقق الإنجاز الكبير الذي انتظرناه طويلا، والذي يؤكد بأن العالم الإسلامي يملك من القوة الذاتية والحيوية ما يمكنه من البروز واكتساب احترام العالم، وهو أيضا رسالة للعالم أجمع بأن العقول النيرة والمستقبل هما الطريق الأمثل إذا أريد لدولنا أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في المجالات كافة.